هذا ولقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 165 آخرون نتيجة اصطدام قطارين لنقل الركاب بمدينة سوهاج المصرية. من جانبه توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتسببين بحادث تصادم القطارين بالعقوبة الرادعة. أكد السيسي عقب الحادث ضرورة أن ينال كل من تسبب بالحادث الجزاء الرادع، داعيا الأجهزة المعنية بموافاته بالتطورات وتقارير الموقف. اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع. احنا هنا موجودين في محافظة سوهاج في حادث قطار، اصطدام قطارين ببعض في منطقة بنها دارك.